بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ إن إحنا نتكلم على الـ Traits in PHP، هنعرف إحنا ليه ممكن نستخدمها وإيه اللي بتحل Problem إيه. مبدئياً إحنا عرفنا قبل كده إن PHP هي Single Inherited Language، يعني إيه؟ يعني بتسبورت بس الـ Single Inheritance، مقدرش إن أنا أكستند من أكتر من كلاس. حاجة زي كلاس الأدمن اللي كنا شفناها الفيديو اللي فات ده، مقدرش إن أنا أقول مثلاً الأدمن ده Extends User ومش عارف Extends Response وExtends إيه تاني، مقدرش، لأن هو اللغه بتسبورت بس وان كلاس اللي انا اقدر اعمله انهيرت. فنفترض ان انا دلوقتي في بعض الفانكشناليتيز اللي انا محتاجها من كلاس تاني، زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انا لو عملت كلاس تاني كده اسمه رولز مثلا، او رول واحده رول بي اتش بي، والكلاس مثلا ده هيبقى فيه مثلا ميثود اسمها هاز، ودي بتاخد رول وبترن مثلا بوليان على اساس الاكونت اللي معايا، على اساس الاكونت اللي معايا ده مثلا، او اللوجد ان يوزر ده معايا رول معينه ولا لا. فهنهارد كود الموضوع مثلا نقول ريتيرن فولس. فدلوقتي دي حاجه مشتركه ما بين اليوزر محتاجها، كلاس الادمن محتاجها، لو في كلاس مودريتور هيبقى محتاجها، لو مثلا احنا خدنا حاجه مثال اوسع شويه لو ستودنت اكتيفيتي، فانت هتلاقي فيه كتير قوي بقى ساعتها محتاجينها، مش عارف مين، الاي تي هيد مثلا، الاي تي فايس هيد، البريزدنت، الفايس بريزدنت، البي ار ممبرز، الاتش ار هيد، هتلاقي فيه ناس كتير قوي محتاج ان كل واحد يبقى ليه رول معينه وهنتشيك على كل واحد منهم. فساعتها لا، انا مش هقدر ان انا اعمل اكستند لحاجه زي كده، يعني اللي هو كلاس اليوزر هيحتاج الرول، بس انا مش هعمل اكستند لكلاس الرول واسيب مثلا حاجه زي كلاس الموديل، يعني في لارافيل بيسبورت حاجه زي كلاس الموديل. فهنتويك الموضوع مثلا ان احنا هنعمل اكستند الداتا بيز مثلا، والادمن كذلك برضه بيكستند الداتا بيز، وهنجينا نعمل كلاس اسمه داتا بيز هنا، داتا بيز بي اتش بي. تمام، ريكواير وانس الكلاس ده هنا برضه داتا بيز، ونفس الحكايه برضه في كلاس الادمن. فدلوقتي كده مثلا الميثود بتاعت الرول دي انا محتاجها هنا ومحتاجها هنا، واكيد مش هضحي ان انا احطها جوه كلاس الداتا بيز، انا كده ببريك بعض البرنسبلز اللي انا ممكن اكون محتاج اشتغل بيها. انا بقى عارف يعني انا بتكلم عن البرنسبلز دي في البلاي ليست لوحدها. فالحل ايه دلوقتي؟ الحل مثلا ان الرول ده هو مسؤول عن ايه؟ هو الرول مثلا هيتشيك public function has مثلا ميثود تانية assign، ودي هتاخد user بالرول. برضه هنتويك الموضوع مثلا return true في الاخر ان انا عملت assign مثلا ميثود تانية، مثلا او خليها اتاتش، بس ان انا بقى اتاتش الرول لاكونت معين، وهنا تبقى اسمها ديتاتش برضو تاخد اسم اليوزر وبرضو رول، برضو هنا ممكن تقول ريتيرن ترو في الاخر اللي هو بعد ما خلصت كل حاجه. فدي كلها ميثودز انا محتاجها عندي في اكتر من كلاس، حاجه زي اليوزر، الادمن، المودريتور، لو في عندي كلاس تالت هعمل ايه بقى؟ هنا يجي دور التريت. انا ممكن دلوقتي اقلب ده بدل ما هو كلاس اقلبه لان هو هيبقى تريت. التريت ده نسخه من الكلاس بالظبط، ليه نفس الفانكشناليتيز بس ما بيبقاش منه انستنس، ما بقدرش ان انا اعمل منه نسخ. هو تقدر تقول ان هو يعني ايه حاجه زي يوتيليتي موجوده معايا او هيلبر موجود معايا بس بيهلب الكلاسز في الشغل بتاعها. التريت دلوقتي لو انا شلت كلمه كلاس وحطيت كلمه تريت، ده كده بقى تريت، ما بتغيرش اي حاجه، في نفس الاكسس موديفاير، بابليك، برايفت، بروتكتد، تقدر ان انت تحط فيه مثلا بروبرتيز تقول له انا مش عارف في مثلا بابليك ايه، مثلا public ID، اي كان، يعني تقدر انت تعامله زي كلاس بالظبط، بس ما تقدرش تعمل له لا اكستند، هو اكيد مش كلاس بتقدر تعمل له اكستند، ما بتقدرش تعمل منه ني انستنس، برضه مش بتقدر انت تخليه ابستراكت يعني، ولا تخليه فاينل، هو تريت بس كده بيجي بالمنظر ده. طيب التريت ده بقى انا بعمل بيه ايه؟ انا بس مش دي التريت ده زي ما قلنا هو يوتيليتي كده، تبقى حاجه اون ذا فلاي مثلا اللي انت وانت شغال بيها بتعمل تشيك، هي بتساعدك فيه خلاص، بتحط اللوج بتاعك كله هنا. وزي ما انت شايف مثلا التريت الرول ده بيبقى مسؤول عن كل حاجه لها علاقه بالرول كلاسز نفسها، يعني او بالرولز بتاعت الويب سايت بيرميشنز. فانت ممكن دلوقتي تستخدمه جوه كلاس اليوزر، تقول له مثلا هنا يوز رول، فانت كده بتستخدم التريت اللي اسمه رول ده. ده خلينا نستعمله ريكوير هنا، تقول له رول دوت بي اتش بي، كده انت دلوقتي عندك اكسس لكل حاجه. فلو قلنا مثلا هنقول له ايه مثلا ميثود اسمها ريموف او ديليت مثلا، ديليت مثلا، فكل الميثود ده عشان تعمل ديليت لحاجه او بلاش في اليوزر، يعني خلينا جوه الادمن دلوقتي. مثلا لو عملنا هنا الاول، لو عملت مثلا يوز رول، عملت ريكوير الفايل ده هنا، قلت مثلا عندي ميثود اسمها ديليت ودي بتاخد اي دي معين. دلوقتي انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اتشيك الاول هل الادمن ده هاز رول معينه ان هو يديليت ولا لا. فاقول له مثلا اف رول، اف رول هاز،
دلوقتي كده انا محتاج ان انا اديها بارامتر، فاقول له مثلا البارامتر ده حاجه اسمها ديليت، نقول له مثلا بقى هنا بروسيس ديليت، ايا كان ايا كان البروسيس اللي انت تعمله يعني. وفي الاخر else مثلا تقول له ريتيرن مثلا، او ريتيرن سوري نو بريميشن جرانتد بس. فانت بدل بقى ما كنت تعمل التشيك كله بتاع الادمن ده عنده بروسيس يقدر ان هو يديليت ولا لا، او تروح تتفتش من الداتا بيز بالاي دي بتاع الادمن ولا لا، هو الرول بيعمل كل ده لوحده. فدي الفكره من الرول، هو بياخد انستنس من الكرنت لوجد ان يوزر باي ديفولت يعني، هو المفروض بيعمل كده، وبتشيك الكرنت لوجد ان يوزر ده معاه بريميشن بيعمل كده. فدلوقتي مثلا لو جينا تست الموضوع، لو قلت ريكوير وانس عملت الادمن دوت اتش بي، وقلت دلوقتي مثلا ادمن ايكوالز نيو ادمن، وقلت مثلا ادمن ديليت 5 مثلا، عملت دلوقتي فار دمب على الحاجه اللي هترجع من هنا. هتلاقي دلوقتي ان يقول لك سوري نو بريميشن جرانتد، يعني معناها ان انا قدرت ان انا اكسس الميثود اللي موجوده جوه التريد ده. ممكن دلوقتي حاجه تكون جت في دماغك، يعني هو ده معناها كده ان الميثود دي ستاتيك ولا لا ولا ايه؟ هو اكشلي هي مش هتفرق ستاتيك ولا لا، لان اصلا هو مفيش حاجه هنا انستنسز ولا لا، فالحاجات دي بابليك ستاتيك فانكشن مفيش اي فرق، سواء خليتها ستاتيك ما خليتهاش ستاتيك هي مش فارقه، لان ده مش كلاس فملوش اوبجكت كونتكست، فمش هتفرق معاه الحاجه دي تبقى ستاتيك ولا لا. بس هي دي الطريقه اللي انت بتستخدم بيها الميثودز اللي موجوده جوه الرول، بتعامله كانه هو ستاتيك كلاس بس هو مش ستاتيك، هو ملوش اوبجكت كونتكست اصلا عشان يبقى في فرق بينه هو ستاتيك ولا مش ستاتيك. طيب امتى ممكن تستخدم تريدز تاني؟ يعني هو ده الاكزامبل اللي انا بقول لك ده فعلا ريل لايف اكزامبل هنبقى نشوفه احنا بنتعامل مع الام في سي بروجكت اللي هنعمله قدام، نستخدم حاجه زي كده. بس تعالى اوريك مثال تاني برضه يعني هيكون شبيه ليه. دلوقتي ده برضه بروجكت تاني من لارافيل كنت وريته لك قبل كده يعني، فهتلاقي فيه هنا فولدر للتريتس، هتلاقي ان انت عندك نفس الحكايه هاز رول، التريت بتاع الرولز ده بيتشيك لو الاكونت ده معاه رولز معينه، فيقول لك مثلا الديسرت لو الرولز اللي معاك دي بتكونتين الرول المعينه دي يبقى ريتيرن فولس، اذروايز ريتيرن ترو. مثلا هاز ابروفل لو الفايل ده معاه ابروفل ولا لا، يعني الفايل ده وانا عملت له ابروف معاه الابروفل دي ولا لا، فهكذا يعني. زي ما قلت لك بتبقى حاجات هيلبرز كده او يوتيليتي صغيره بتبقى بتساعدك في الشغل بتاعك، ومش محتاجه ان انت تعمل لها اكستند او حاجه زي كده. طيب لحد هنا يبقى احنا كده خلصنا الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نتكلم على الماجيك ميثودز. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديو اول ما تعمله ابلود، هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينك ساعتنا لو حابب تعمل لنا فولو. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده، شكرا والسلام عليكم.